ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة. إذا عرفنا المذهب وعرفنا الحكم، ما حكم مذهب الخوارج؟ باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة. سيأتي بالأدلة التي تبطل فرقتها الآن، الأدلة التي تبطل مذهب الخوارج. نعم. واحد. نعم. ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة. نعم. فإن الله سبحانه أمر بقطع يد السارق دون قتله، ولو كان كافرا مرتدا لوجب قتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. إذا هذا الدليل الأول على بطلان هذا الخوارج، ما هو؟ أن الله أمر بقطع يد السارق ولم يأمر بقتله، ولو كان السارق كافرا كما قال الخوارج لوجب قتله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فدل هذا على أن الخوارج، على أن العاصي والسارق ليس بكافر ولكنه مؤمن ضعيف الإيمان، ناقص الإيمان. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، أو قتل نفس يقتل بها. نعم. وهذا الحديث رواه روي عن عثمان وهو محصور في فتنة، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد والحاكم، هو صحيح. وفيها أنه لا يحل دم مسلم إلا إذا فعل واحد من ثلاث: إذا ارتد أو زنى وهو محصن، أو قتل نفسه بغني. والعاصي الثالث ما يقتل، إذا زنى وهو محصن يرجم الحجارة حتى يموت حد، وإذا قتل عمدا عدوانا يقتل قصاصا، وإذا ارتد يقتل. وما عدا هذه الثلاثة فلا يحل دم. نعم. وأمر سبحانه أن يجلد الزاني والزانية 100 جلدة، ولو كانا كافرين لأمر بقتلهما. هذا الدليل الثاني على بطلان مذهب الخوارج، أن الزاني والزانية يجلدان ولا يقتلان، ولو كان العاصي كافر كما تقول الخوارج لوجب إيش؟ لوجب قتل الزاني والزانية، ورفع الزانية والزاني تجد كل واحد منهم 100 جلدة. نعم. وأمر سبحانه أن يجلد قاذف المحصنة 80 جلدة، ولو كان كافرا لأمر بقتله. هذا الدليل الثالث على بطلان مذهب الخوارج، أن الله تعالى أمر بجلد القاذف، القاذف فاسق عاصي. قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأضعاف شدة فاجلدوهم 80 جلدة، ولم يقتلوهم ولو كان كافر القاذف لوجب قتله كما تقول الخوارج. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلد شارب الخمر ولم يقتل. هذا الدليل الرابع على بطلان مذهب الخوارج، أن شارب الخمر يجلد ولا يقتل، ولو كان كافرا لوجب قتله. نعم. بل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره أن رجلا كان يشرب الخمر وكان اسمه عبد الله حمارا. كلا حمارا؟ والله الآخر كان يلقب حمارا، كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا، لقب حمارا. نعم. وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كلما أتي به إليه جلدة، فأتي به إليه مرة فلعنه رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فنهى عن لعنه بعين، فنهى عن لعنته بعينه. عن لعنه، عن لعنه. نعم. النسخة الأخرى لعنه، ومسرة لعنته يجوز لكن أحسن لعنه. نعم. فنهى عن لعنه بعينه، وشهد له بحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله.
الشيخ. مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما. نعم، هذا الرجل كان يؤتابه مرات كثيرا ما يؤتابه يوجد في الخمر، فأتي به مرة من المرات وزلق، فقال رجل من قبل لعنه الله وفي رأسنا أخذه الله ما أكثر ما يؤتابه، فقال النبي لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله، ولأن الحد طهارة يطهره من الذنب، فإن يقوم على الحد هي طهارة والتوبة طهارة. المرأة الغامدية وماعز جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبين وقيم عليهم حد تسمع كل منه طهارتها، التوبة طهارة والحد طهارة، وهذا الحد يطهر. ولهذا لما لعنه رجل قال لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله، عنده أصل الإيمان، كل مؤمن عنده أصل محبة الله ورسوله، من لم يحب الله ورسوله هو كامل، ولا تنسى محبة الله ورسوله إلا إذا جاء الشرك، العاصي عنده أصل محبة، ولذلك اتقى الشرك، اتقى الشرك فبحبه الله ورسوله ما وقع في الشرك، اتقى الشرك، إذا جاء الشرك انتهى محبة الله ورسوله، سيأتي الكفر. هذا الرجل وإن كان يدرك الخمر عنده أصل محبة، ولذلك قال فإنه يحب الله ورسوله، فنهى عن لعنه بعينه، وشهد له بحب الله ورسوله مع النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن شارب الخمر عموما، قال لعن الله شارب الخمر وعاصرها ومتصرها وساقيها، هذا على العموم. فرق بين اللعن العموم ولعن الخصوص، العموم ما في معنى، لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله السارق يسرق السيرة وتقرب كما في الحديث، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، لعن الله شارب الخمر، لكن فلان ابن فلان السارق، فلان ابن فلان شارب الخمر ما يلعن بعينه على الصحيح، لأن الشخص المعين قد يتوب، قد يكون ما علم الحكم، قد يعفو الله عنه، ما في العين الشخص بعينه، لكن على العموم لا بأس. لعن الله من شرب الخمر، لعن الله السارق، لعن الله الزنا، لعن الله، لعن الله قادتي السين ومحفظها، ما في معنى لعن العصاة على العموم، أما على الخصوص الصواب المنع. نعم. وهذا من أجود ما يحتج به على أن الأمر بقتل الشارب في الثالثة أو الرابعة منسوخ، لأن هذا أتي به ثلاث مرات، وقد أعيا الأئمة الكبار جواب هذا الحديث، ولكن نسخ الوجود لا يمنع الجواز. المؤلف رحمه الله استطرد لما ذكر أن ذكر قصة هذا الرجل الذي يؤتى به كثيرا ويوجد في الخمر، قال وهذا من أجل ما يحتج به على أن الأمر بقتل الشارب في الثالثة والرابعة منسوخ، لأن هذا أتي به ثلاث مرات، وقد أعيا الأئمة الكبار جواب هذا الحديث. يقول المؤلف رحمه الله إن الحديث الذي ورد من شرب الخمر فجدوه، ثم إذا شرب فجدوه، ثم إذا شرب فجدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاقتلوه، يقول المؤلف الصواب أنها منسوخة قتل في الرابعة. دليل ذلك لأن هذا الرجل كثيرا ما يعتبر توجد في الخمر ولم يقتل، لأن أتي به مرات، كثيرا ما يعتبر فيجلى، لو كان القتل باقي لقتله، فلما لم يقتله دل على أن الأمر بقتله منسوخ. في حديث إذا سرب فجدوه، ثم إذا سرب فجدوه، ثم إذا سرب في الثالثة أو في الرابعة فاقتلوه. يقول مؤلف رحمه الله حديث هذا الرجل الذي اسمه حمار واسمه عبد الله ولقبه حمارا، كان كثيرا ما يؤتري فيجلد، يدل على نسخ حديث إذا سرب الرابعة فاقتلوه. قال لأن هذا عسى به ثلاث مرات. يقول مالك وقد أعيى الأئمة الكبار جواب هذا أياهم الجمع بين الحديثين، ولكن يقول مالك رحمه الله لكن نسخ الوجود لا يمنع الجواز، فيجوز أن يقال يجوز قتله إذا رأى الإمام مصلحة، يعني يقول إن الأمر بقتله منسوخ، يعني الوجود منسوخ، لكن الجواز ما في مانع إذا رأى الإمام مصلحة في قتله من باب التعزير، وأنه لا ينتفع شر إذا كثر الناس وتجرأوا على سبيل الخمر وأكثر من سبيل الخمر، لا بأس أن يقتلهم الإمام في الرابعة تعزيرا، لا وجود باب التعزير إذا رأى المصلحة في ذلك شرعا للمسجد، كما أن عمر رضي الله عنه لما تتابع الناس في الطلاق الثلاث ألزمهم بالطلاق الثلاث تعزيرا،
صار يقع الثلاث. وكان طلاق الثلاث بكلمة واحدة يعني في طالق بالثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وخضر وأبي بكر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وخضر من خلاف في عمر كانت تكون واحدة. فلما تتايع الناس الثلاث وأكثروا في زمن عمر قال إن الناس استعجلوا شيئا لهم فيه أناس فلو أنظاه عليهم فأنظاه عليهم تعزيز وضع لهم حتى لا تزعوا. فصار من طلق بالثلاث يقع عليه الثلاث. فكذلك شارب الخمر يجدد ثم يجدد ثم يجدد. لكن إذا تتابع الناس ولم يرتدعوا لا بأس أن يقتل الإمام في الرابعة تعزيرا ورجعا للناس. نعم. فيجوز أن يقال يجوز قتله إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك. نعم يجوز لا لكنه لا يجوز. نعم. فإنما بين الأربعين إلى الثمانين ليس حجا مقررا في أصح قولي العلماء. مقدرا بالذات. نعم. ليس حجا مقدرا. لا مقررا. لا مقدر تقدير. نعم. فإنما بين الأربعين إلى الثمانين ليس حجا مقدرا في أصح قولي العلماء كما هو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين بل الزيادة على الأربعين إلى الثمانين يرجع إلى اجتهاد الإمام فيفعلها عند المصلحة كغيرها في أنواع التعزير. يعني يقول مالك رحمه الله إن شارب الخمر جاء في الحديث أنه يوجد 40 فكان شارب الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر يوجد 40 جلدة. فلما اتبع الناس جاء عمر استشار عمر الصحابة فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80 فجلدهم عمر 80 فقال الزيادة من 40 إلى 80 هذه اجتهاد وإلا الجلد الحد 40 فاجتهد عمر رضي الله عنه فزاد من شاور الصحابة فشار الصحابة فقال عبد الرحمن خصف 80 فالزيادة من 40 إلى 80 اجتهاد. كذلك للإمام أن يجتهد إذا تتابع الناس وأكثر من شرب الخمر فيقتل شارب الخمر وضعا يقتله تعزيرا كما أنه يزيد من 40 إلى 80 تعزير فلا بأس أن يقتل الإمام شارب الخمر إذا كثر الناس وتتابعوا رجعا لهم اجتهاد وتعزير. نعم. وكذلك صفة الضرب فإنه يجوز جلد الشارب بالجريد والنعال وأطراف الثياب. كذلك صفة الضرب كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بالجريد والنعال وأطراف الثياب. جاء في الحديث أن النبي أتي برجل شارب الخمر قال روث منا الضارب بيده ومن الضارب بنعله ومن الضارب بثوبه حتى عد 40. هذه صفة الضرب. يجوز أن يجتهد الإمام في صفة الضرب بدل من يضرب بالجريد والنعال يضرب بالعصب بالعصب. فكما أنه الإمام من يجتهد يزيد من 40 إلى 80 كذلك يجتهد في صفة الضرب بدل من يكون بالثياب والنعال يضرب بالجريد كما فعل الصحابة. وكذلك أيضا للإمام قصده تعزيرا واجتهادا. نعم. وكذلك صفة الضرب بخلاف الزاني والقاذف فإن الزيادة على 40 في حق الزاني والقاذف حد وليس في اجتهاد. الزاني يجلد 100 ما في اجتهاد كل حد والقاذف يجلد 80 نص القرآن الزاني في كل واحد منهم جلدة والقاذف الذي أمره يجلدون 80 جلدة هذا حد. بخلاف الزاني والقاذف فليست الزيادة على 40 اجتهاد وإنما حد. أما شارب الخمر الذي ورد 40 فالزيادة على 40 اجتهاد. بخلاف الزاني والقاذف فإن جلد الزاني 100 وجلد القاذف هذا كله حد وليس اجتهاد. نعم. بخلاف الزاني والقاذف فيجوز أن بخلاف الزاني والقاذف انتهى الكلام. فيجوز أن يقال هذا مبدأ كلام جديد. فيجوز أن يقال قتله في الرابعة من هذا الباب. فيجوز أن يقال قتله يعني شارب الخمر
فيجوز أن يقال قصده أي شارب الخمر في الرابع من هذا الباب باب التعزير اجتهادا. أما قوله بخلاف الزاني والصادق فهذه معترضة، يعني بخلاف الزاني والصادق فإن يجوز على الأربعين ليست هي حد وليست اجتهادا. فيجوز أن يقال قصده يعني شارب الخمر في الرابعة من هذا الباب باب التعزير اجتهادا. نعم. وأيضا هذا المرجح الخامس في حال هذا، المرجح الخامس من المرجحات أن الفاسق الملي ضعيف الإيمان وليس كافرا. وأيضا فإن الله تعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن ساءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم الآية. فقد وصفهم بالإيمان والأخوة وأمرنا بالإصلاح بينهم. فلما شاع في الأمة أمر الخوارج وتكلمت الصحابة رضي الله عنهم فيهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله لا يزال يذكر المرجحات والأدلة التي تدل على أن من وصفوا بالإسلام بدون الإيمان في النصوص أنهم ضعفاء الإيمان، وأنهم لم يخرجوا من دائرة الإسلام، خلافا لما قال إنهم منافقون. صدق المؤلف رحمه الله ذكر مرجحات، منها أن الحرف قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أن الحرف لما ينفى بهما فرض وجوده وانتظر وجوده. ومنها أن قالوا إن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، فأثبت لهم طاعة في الله ورسوله، دل على أنهم مؤمنين وليس منافقين. ومنها أن الله وجه الخطاب إليهم، ولو كانوا منافقين لكان هذا خلاف مدلول الخطاب. إلى أن قال المؤلف رحمه الله: ومنها هنا من المرجحات قول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إلى أن قال المؤلف رحمه الله: ومنها هنا من المرجحات قول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. فهذا من المرجحات التي تدل على أن الذين وصفوا بالإيمان بالإسلام دون الإيمان أنهم ليسوا منافقين، وإنما هم ضعفاء الإيمان، أن الله تعالى أسس المؤمنين للطائفتين المتقاتلتين، أسس الإيمان للطائفتين المتقاتلتين. ومن المعلوم أن القتال كفر معصية، لا يجوز قتال المؤمن لأخيه. قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ولكن الذي يقاتل إن كان متأول كان يظهر له أن أحد الطائفتين معها الحق، هذا عليه أن يقاتل حملا بالآية: وإن طائفتين من اقتتلوا فقاتلوا التي تبغي، وإن طائفتين من اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فقد وصفه الله بالإيمان والأخوة وأمرنا بالإصلاح بينهم مع كونهم يقتتلون، والاقتتال فسق ومعصية. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالقتال بين المسلمين أعمال كفرية،
من الفسق والمعاصي، ومع ذلك فسق لهم الإيمان، فدل على أن العاصي والفاسق يسمى مؤمن ولكنه ضعيف الإيمان ولا يأخذ من ذلك الإسلام. نعم. هل يجوز، هذا السؤال تكرر كثيرا، هل يجوز لعن الكافر المعين؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، مثل فاسق مثل الفاسق مثل العاصي، هي قولان لأهل العلم. من العلماء من قال يجوز لعن الفاسق بعينه ويجوز لعن الكافر بعينه، والقول الثاني أنه لا يلعن الفاسق، لا يلعن الفاسق ولا الكافر بعينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ميتا، لأنه إن كان ميت كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنما أفضوا إلى ما قدم، ولو كان كفارا لا تسبوا بعينه أفضوا إلى ما قدم، وإذا كان حيا فكذلك، لأنه قد يجب أن يتوب الله عليه إلا إذا اشتد أذى الكافر المسلمين في الحياة فيجوز العلم، وإلا إذا كان الميت الكافر أو الفاسق صاحب بدعة فأنت تحذر الناس من هذه البدعة ولو كان فيه سب الله، لأن هذا في مصلحة الأحياء، إذا كان الميت مبتدع أنت تحذر الناس من هذه البدعة ولو كان فيه سب الله، لأن هذا في مصلحة الأحياء، وكذلك الكافر إذا اشتد أذاه فلا بأس بلعنة، أما إذا لم يكن صاحب بدعة فلا يلعن على الصحيح، لا يلعن الكافر بعينه ولا العاصي بعينه، وإنما يلعن في العموم، لعن الله السارق سين السارق عن السرة، لعن الله شارب الخمر سين، لعن الله القاذف، لعن الله كافر جنس الكافر، أما فلان ابن فلان الكافر فلا يلعن، لأنه أصلا إذا ما قدر إن كان ميتا وإن كان حيا فلعل الله أن يهديه يجعله بالهداية. ولما عصف دوس فقال يا رسول الله إن دوس أبت وعصف يدعو الله عليه إلى هلك الدوس، فقال اللهم اهد دوس ونعت به، فهداهم الله وجاءوا مسلمين. فالمقصود أن لعن المعين سواء كان كافرا أو فاسقا في خلاف بين أهل العلم في قولين لهم، قيل يجوز وقيل لا يجوز، والصواب من القولين أنه لا يجوز لعن المعين الفاسق والكافر إلا إذا كان الميت كافرا أو فاسقا أو صاحب بدعة يحذر نفسه بدعته، لأن في مصلحة له، وإلا إذا اشتد على الحي المسلمين الأحياء فلا بأس بلعنهم والدعاء عليهم والقنوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على جماعة على رعل والإخوان، ودعا على الشيب بن عاصم ربيعة وأسد بن ربيعة في الصلاة، اللهم لعن فلان وفلان لأنه اشتد على أهل المسلمين. نعم. قل بعض الناس يقومون عند سماع المقيم للصلاة عند قوله قد قامت الصلاة، فهل هذا عليه دليل؟ لا أعلم له دليلا، لا أعلم له دليلا، وإنما تقوم في أي وقت، قال بعض السلف يقوم إذا رأى الإمام، إذا رأى الإمام تقوم، لأنه قد يقيم المؤذن، قد يكون المؤذن بينه وبين الإمام علامة فيقيم ثم تقف ويحصل عليك مشقة، قد يقيم الإمام بعض من يكون بينه وبين الإمام علامة فيقيم والإمام في البيت، لكن البيت قريب، ثم يأتي فيشق على الإنسان، فإذا رأى الإمام تقوم، هذا هو الأولى، وإن كنت لا حرج، لكن هذا في مشقة عليك ما في تحديد وقت فيها. نعم. يقول ما علة كفر من نكح امرأة أبيه عند أهله؟ إيش؟ هذا صاحب السؤال لح على عرض السؤال. نعم. يقول ما علة كفر من نكح امرأة أبيه عند أهل السنة، كما في حديث البراء رضي الله عنه أنه لقي عمه وقعة الراية فسأله إلى أين أنت ذاهب؟ إيش؟ كما في حديث، كما في حديث البراء. نعم. أنه لقي عمه وقعة الراية فسأله إلى أين أنت ذاهب؟ ومعه الراية. نعم. فسأله إلى أين أنت ذاهب؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان ليقتله وآخذ ماله فإنه نكح امرأة أبيه. نعم. هذا الرجل استحل ذلك، زوجة أبيه استحلها فكفر بالاستحلال هذا، ولذلك عقد النبي لواء البراء وأمره بأن يذهب إليه ويقتله ويأخذ ماله بكفره، استحل لأنه رأى أن زوجة أبيه حلال استحلها ونكحها، مثل من استحل الخمر قال الخمر حلال أو الربا حلال أو الزنا حلال، أو قال نكاح زوجة الأب حلال، فهذا الرجل استحل نكاح زوجة أبيه
ونكحها مستحلا لذلك، فلهذا كفر وعقد النبي لواء في البراء وأمره بأن يقتله ويأخذ ماله لكفره وضلاله. من استحل الكبيرة المعلوم من الدين بالضرورة يكفر، أما لو لم يستحل يكون عاقل، لكن هذا استحل. نعم. يقول: أورد الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه العلو حديثا مفاده أن العرش مطوق بحية، فهل هذا الحديث ثابت؟ إيه؟ يقول إن العرش مطوق بحية. إيه؟ ذكر الذهبي في العلو حديثا مفاده أن العرش مطوق بحية. مطوق بحية؟ نعم. لا أعلم هذا الحديث، ما أعلم هذا الحديث، لا أعلم هذا الحديث، ولا بد لي، لا بد من صحة السند. رواية الحديث صح السند، يعني كان رواة عدول والسند متصل ولم يكن مخالفا للأصول، فإنه صحيح. فلا أعلم، لا أعلم هذا الأصل، أصل هذا إلا العالم. يقول: هل صح أن شيخ الإسلام ابن تيمية نقل إجماع الصحابة على عدم كفر الخوارج في المنهاج من هذه السنة؟ نعم، الشيخ الإسلام قال إن الصحابة عاملوا الخوارج معاملة أهل البدع. مسألة الإجماع ما في الإجماع، لكن نقل أن الصحابة عاملوا الخوارج معاملة المبتدعة، معاملة العصاة ولا معاملة السفرة، لأنهم متأولون، وهذا هو مذهب جمهور العلماء أنهم مبتدعة. والقول الثاني العلم أنهم كفار، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا بظواهر الأحاديث، من هنا قال: يمرقون من الدين كما مرق السهم من الرمية، وفي لفظ: ثم لا يعودون إليه، وفي لفظ: لا ينلقيكم لأقتل من قتل عاد وقتل ثمود، شبههم بعاد وثمود لهم قوم كفار. فدل على كفرهم، والجمهور والصحابة عاملوهم معاملة المبتدعة. نعم. ألا يقال إن معاملة الصحابة لهم للخوارج كفساق قبل أن يقيم ابن عباس عليهم الحجة؟ قبل إيش؟ يقول: ألا يقال إن معاملة الصحابة رضي الله عنهم للخوارج كفساق قبل أن يقيم ابن عباس رضي الله عنهم عليهم الحجة؟ قبل إيش؟ قبل أن يقيم ابن عباس عليهم الحجة، وبعد إقامة الحجة من لم يرجع عن مذهب فهو كافر، ألا يقال هذا؟ لا، هم الآن متأولون، بعضهم بقي على شبهته، بقوا على شبهته. نعم. وقال: ظهر في هذا العصر أن المجاهد خارجي، ومن أنكر المنكرات فهو خارجي، فما رأيكم؟ هذا أقول هذا صلى الله عليه وسلم، هذا تعدى مذهب الخوارج. كيف المجاهد في سبيل الله يكون خارجي، ومن أنكر المنكر يكون خارجي؟ الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا يعتقد أن من ينكر المنكر يكون خارج، هذا مصادم للنصوص صلى الله عليه وسلم. ما حد يقول هذا، ما يقول هذا مسلم. المجاهد في سبيل الله، الله تعالى على المجاهدين: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذه النصوص الآن تتنع على المجاهدين، يقال للمجاهد الحاربي، من يقول هذا؟ وكذلك ينكر المنكرات، ينكر المنكر في الخارجي: كنتم خير أخرجة الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، خيرية حصلت هذه الأمة بالإيمان بالله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فكيف يقال للإمام المحمد عن الخارجي؟ هذا ما يقول هنا. ما يقول هذا إلا إما فاسد العقيدة وإما جاهل مركب. نعم. يسأل عن حكم حلق الرأس بالموس. لا بأس، جائز مباح، لكن تركه أولى. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلق إلا في حج أو عمرة. قال الإمام أحمد رحمه الله: هو سنة، يعني ترك الرأس يقطع الشعر، لو نقرأ عليه لاتخذناه، لكن له كلفة ومشقة، ومن كان له كرم من كان له شعر فليكرمه. يعني يقول الإمام أحمد: سنة تربيته ابتداء من الرسول عليه الصلاة والسلام،
لكن يحتاج إلى سعف مشقة غسل ودهن وكد، هذا مشقة ما له فوائد. فإذا حلق مباح. قال لصبي رآهم فرق بعض رأسه وفرق احرقه كله وتركه كله، هو مباح، لكن الأفضل تركه إذا كان يريد يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا رجل يقلد الفسقة يقلد كما قال طائفة ثم الخنافس، كان قبل سنوات طائفة ثم الخنافس يربون شعورهم في بريطانيا وفي غير ما أدري بقوا الآن أو انتهوا. فإذا كان قصده يقلد الكفر هذا شيء آخر، إذا أراد يقتدي بالرسول طيب. تجد بعض الناس يحلق الحيطة ويربي شعره، إذا قلت ليش تربي شعره؟ فلا يقتدي بالرسول، تقتدي بالرسول في إبقاء شعر رأسه وحلقه وانت حالق الحيطة وانت تحلق الحيطة. إذا كان الإنسان يعني إذا كان الإنسان يريد يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم طيب. هذا كما قال له السنة، ويكون متبع للسنة صادق. نعم، ولكن حلقه لا بأس جائز الحمد لله. نعم، وإذا كان شعر الفسقة أو كان شعر يخشى عليه من الفتنة حلقه طيب في هذه حتى يبتعد عن شعر الفسقة وحتى يفصل من الشر. نعم، هل يجوز لأنه يعني قد يكون الشعر إذا فرس شعره أمرد وليس له لحية يخشى عليه بعض. نعم، هل يجوز دفع الزكاة لمن كان عليه دين وليس له دخل ويريد سبب الدين الذي عليه؟ نعم، صاحب الدين من الغارمين. قال الله تعالى: إنما الصدقات والفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. من عليه دين هو الغارم، والغارمون صنفان. الصنف الأول غارم لمصلحة نفسه، وهو الذي عليه ديون من أجل تدين لأجل النفقة على نفسه وكسوة لنفسه وأهله وأولاده وأجرة السكن، يعطى ما يكفي لمدة سنة نفقة وكسوة وسكن أجرة نفسه. والثاني غارم لإصلاح ذات البين، يصلح بين الناس ويتحمل في ذمة الديون، يجد بين اثنين مثلا يصلح بين القبائل أو بين الأشخاص ولا يصلحون إلا يتحمل، فيأتي القبيلتين بينهم شر فيقول أنا أتحمل أعطي هؤلاء 100,000 وهؤلاء 100,000 حتى يصلحوا، تحمل في ذمته ويعطى من الزكاة ما يسدد هذه الديون ولو كان غريبا تشفيعا له على هذا العمل النبي. قد كان هذا في الجاهلية وأقره الإسلام، قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نعم، هذا السؤال تكرر يقول: مما استدل به الأزارقة على مذهبهم كفر إبليس وقالوا ما ارتكب إلا كبيرة أي أمر بالسجود. وقالوا إيش؟ يقول: مما استدل به الأزارقة نعم على مذهبهم نعم كفر إبليس نعم وقالوا ما ارتكب إلا كبيرة حيث أمر بالسجود لآدم فامتنع فطرد من الجنة. هذا مستدل جاهل مرتب. إبليس هو كفر بالمعصية، كفر بالربا والاستكبار، والربا والاستكبار نوع من أنواع الكفر. الكفر أنواع، من التكذيب أن كذب الله ورسوله كفر، ومنها الربا والاستكبار وهو أن يتلقى أمر الله وأمر رسوله بالربا والاستكبار بالرفض لا بالتكذيب. إبليس ما كذب، قال الله عنده النصر اسجدوا لآدم، لكن رفض امتنع واعترض على الله وقال لا ما يمكن اسجد لآدم، إن عنصري أحسن من عنصر آدم، عنصر آدم الطين وأنا عنصري النار، والنار خير من الطين ولا يمكن أن يخضع الفاضل المفضول، أنا خير منه خلقتني من النار وخلقته من الطين. إذا كفر إبليس بالرفض، الرفض والإباء والاستكبار هم معصية كفر. اليهود كفروا بأي شيء؟ اليهود ما يعلمون رسول الله أن محمد هو رسول الله حقا ولا يعلمون، يعلم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. كفرهم بالإباء والاستكبار، كفر أبي طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام بأي شيء ما يعلم، ولقد علمت يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أجل البرية دينه، لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدت لي سفهم بكثرة بالإباء والاستكبار. فكان مستكبرا عن عبادة الله، مستكبرا يعني حمله يعني الحمية أن يشهد على قومه بالكفر، فكان مستكبرا عن عبادة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فكفروا بالإباء والاستكبار. فإبليس كفروا بالإباء والاستكبار نوع من الكفر، فكفر أنواع،
في كفر التكذيب، كفر الإباء والاستكبار، كفر الإعراض، كفر الشك، كفر الرفض. سبق بينا أن كل الكفر يكون بأنواع، يكون بالاعتقاد، يعني يعتقد أن الله صاحبة أو ولدا أو كذب الله ورسوله، وكفر يكون بالشك، وكفر يكون بالقول كان يسب الله ويسب الرسول أو يستهزئ بالله وبرسوله، وكفر بالعمل كسب الفرد، وكفر بالرفض والامتناع، يعني يعرض فلا يتعلم دين الله ولا يعبد الله. قال تعالى: والذين كفروا عما انتم معرضون. فإبليس كفر بالإباء والاستكبار. نعم. الأبيات للخارج موجودة والرد عليها موجود، نقرأه. نعم. يقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها، نعم، إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، نعم، إني لا أراهم يوما فأحسبه أثي البرية عند الله ميزانا. فأحسبه أثي البرية عند الله ميزانا. نعم. ثم رد عليه. أثي البرية ولا أثق البرية؟ نعم. ثم رد. أوفى البرية. أوفى. فأحسبه أوفى البرية. نعم. فإني لا أراهم يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. يعني ميزان واحد يعني. أوفى الناس عند الله يعني. هذه قتل علي. نعم. ثم رد عليه رجل من أهل السنة والجماعة رحمه الله فقال: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش سخطانا، إني لأراه يوما فألعنه وألعن عمران بن خطانا. نعم. عمران بن خطان من الخوارج. يتصور السنة العفافة لأن العقيدة فاسدة، لما فصلت العقيدة فتصور أنه إنها ضربها لعلي وقتل لعلي رضي الله عنه يبلغ به رضوان عند الله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. السؤال قبل الأخير: موقف ما هو موقف المسلم تجاه ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك ما حكم من يطعن في الصحابة رضي الله عنهم؟ أنا بينت هذا، قلت أن الواجب على المسلم أن يترضى على الصحابة وأن يكف لسانه عن ما صدر منهم، وأن يعتقد أن ما حصل بينهم كما قال الشيخ رحمه الله منهم الأخبار التي تروى عن الصحابة، منها ما هو كذب لا أساس له من الصحة، ومنها ما له أصل لا تزيد فيه ونقص تغير عن وجهه، ومنها ما هو صحيح، والصحيح هم فيه ما بين مصيب له أجران ومخطئ له أجر. ويجب على الجميع، يجب على المسلم أن يعتقد أن الصحابة أفضل الناس وخير الناس، لا كان ولا يكون معه، لا كان ولا يكون مثلهم. قول اختارهم الله لصحبة نبيه، أفضل الناس وخير الناس، سبقونا إلى الإيمان والجهاد، نقلوا الشريعة، حملوا الشريعة، بلغوا دين الله، فلهم من الحسنات والسبق إلى الإيمان وتبليغ دين الله ونشر الإسلام ما يغطي ما صدر منهم من الفوائد. وأنا قلت لكم إن لما أراد بعض الصحابة بعض العلماء أن يقارن بين عمر بن عبد العزيز وورعه، معروف عمرو العزيز، قال بعضنا انه خليفه خامس، معروف ورعه وثقه، ومعاويه بن ابي سفيان، فقال نعم عمر بن عبد العزيز له ايمانه وثقه ورعه، لكن مزيه الصحبه ما يلحق الصحابه. مزيه الصحبه من يلحق الصحابه؟ لهم مزيه الصحبه ما يلحقهم من بعدهم بلا مصلحه، ما يمكن يلحقهم من بعدهم. فوزية الجهاد في سبيل الله مع الرسول عليه الصلاة والسلام والسبق إلى الإسلام لنبيه ما يمكن الحقهم من بعده. ولهذا لما جاء في الحديث إن الصابر على دينه يحزن له أجر 50 من الصحابة، قال العلماء له أجر 50 في هذه الناحية، ناحية الصبر، لكن ليس معنى ذلك أفضل من الصحابة. الصحابة فاقوا عليه بالجهاد، فاقوا عليه بالصحبة، فاقوا عليه بنشر دين الله، لكن في هذه الخصوصية فقط. ولهذا قال بعض العلماء: الغبار الذي دخل في أنف معاوية في جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بوراء عمر بن عبد العزيز. فالصحابة لا كان ولا يكون مثلهم، خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء. فهذه اللعنة التي حذرت منهم مثل ما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الوسطية، منها ما هو الأخبار اللي تروى عنه، منهم ما كذب، منهم ما هو كذب لا أصل له من الصحة، ومنهم ما هو له أصل لكن زاد فيه بعض الكذبة ونقصوا منه وغيروه على وجهه، ومنه ما هو صحيح، والصحيح هم فيه ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجر.
ثم أيضا باب الثوب المفتوح والحسنة الماحية والمصائب التي يشاركون الأمة فيها. فكيف بعد هذا يكون مسلم يؤمن بالله ورسوله يسب الصحابة أو يكفرهم أو يضللهم؟ نعم.